لا يمحو التاريخ حضارة عاصمة البابليين ولغز الحضارة المتطورة، لكن في العراق كل شيء أصبح سهلا غير مستحيل. لا تأويل أو تبديل في هذا التفسير الأشد صعوبة على الوسط الأدبي والفكري والثقافي في العراق على وجه العموم، وفي بابل على وجه الخصوص. لا يوجد مكتبات حقيقة في القضاء أو في النواحي أو في المناطق الأخرى في المحافظة، إضافة إلى لا يوجد مثل وسيلة إعلامية حقيقية يستطيع المثقف أن يعبر عن ما يريد في مخيلته، إضافة لا توجد هناك صحف إلا ما ندر حقيقة. وهنا نتمنى عن الإعلاميين في محافظة بابل والمحافظات الأخرى أن تكون هناك دورات للإعلاميين، كيف يكتب الخبر، كيف يكتب المقال، كيف يكتب التحقيق، كيف يكتب الأمور الإعلامية في المحافظة. الشكوى بقلم المثقف كرصاصة تصيب هدفها، الشكوى وجع الحبر الصامت وأقلام الرصاص التي تكسرت على دفاتر الإهمال الحكومي أو كما يقول مثقفون. من الأدباء خرجوا إلى خارج العراق، نجد أنهم فقراء ولحد الآن ليس هنالك أي اهتمام بهم. الذي المطلوب أصلا من أي حكومة تأتي الاهتمام بالمثقف، الأديب هو رأس المثقف، على رأس المثقفين، لأنه بشكل عام هو الذي يدافع عن وطنه بقلمه. الدولة إذا ما تهتم بالمثقف، ما تهتم بالرياضي، ما تهتم بالعالم، إذا ما فاشلة. يعني أنا أقول الدولة اللي ما تحترم هذه الشخصية وهذه الشريحة من المجتمع ما لها وجود، لأنه الأمم ترتقي بحضارتها من خلال الفنان ومن خلال الكاتب. الكاتب هو ده يكتب تاريخ بلاد، تاريخ وطن، تاريخ أمة. لا حضارة أو تاريخ أو دولة بدون نهضة، ولا نهضة بدون فكر، ولا فكر بدون عقل عالم أديب. أما الأديب فهو الخاسر وسط فوضى الغياب، والغياب صاحب الحكومات التي تعد ولا تفي حق العراقيين حتى اليوم.